لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخوان شاهدت الفيلم، وهو فيلم هندي بامتياز، معروف السينما الهندية والأفلام الهندية وحجم المبالغة اللي فيها. والله العظيم يا أخوان، أقسم بالله العظيم أن هذه الأحداث والسيناريو اللي انكتب والتصوير كله من خيال في خيال في خيال، ولا يمكن أن يكون هذا الشيء يصدر من أبناء هذا البلد الكريم المعطاء. نحن بلد إسلامي يا أخوان، ومسلمين في قلبنا الرحمة، وما شاهدته والله لا يمت للواقع بصلة. وإن كان هناك بعض الأخطاء الفردية فهي لا تحسب على هذا الشعب الكريم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب سيناريو وصور وأخرج ومثل هذا الفيلم، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.